المعلومة الأولى: الملك سلمان بن عبد العزيز هو الابن 25 من الأبناء الذكور للمؤسس الملك عبد العزيز آل سعود، وهو أمين سر العائلة المالكة ورئيس مجلسها، كما عمل مستشارا لعدد من ملوك المملكة السابقين والملك السابع في المملكة العربية السعودية. المعلومة الثانية: ولد الملك سلمان بن عبد العزيز يوم 31 ديسمبر عام 1935 في مدينة الرياض، وتلقى تعليمه في نفس المدينة، وحصل على الدكتوراه الفخرية من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في 29 مارس عام 2011. المعلومة الثالثة: تلقى الملك سلمان بن عبد العزيز تعليمه في مدرسة الأمراء بالرياض، وختم القرآن في سن 10، وذلك في المدرسة التي كان يديرها الشيخ الراحل عبد الله خياط إمام وخطيب المسجد الحرام الأسبق. المعلومة الرابعة: كانت بداية دخول الملك سلمان السياسة عندما عين أميرا لمنطقة الرياض بالإنابة عن أخيه الأمير نايف بن عبد العزيز عام 54، وأصبح أميرا لمنطقة الرياض. المعلومة الخامسة: وبعد وفاة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران، أصدر خاتم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرا ملكيا بتعيين الملك سلمان بن عبد العزيز وزيرا للدفاع، وذلك في نوفمبر عام 2011. المعلومة السادسة: وفي أعقاب وفاة الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبتاريخ 18 يونيو 2012، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرا ملكيا باختياره وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء بجانب عمله وزيرا للدفاع. المعلومة السابعة: يعد الملك سلمان بن عبد العزيز أول ولي عهد سعودي يعين له ولي للعهد قبل وصوله إلى الحكم، حيث أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله في مارس 2014 قرارا ملكيا بتعيين الأمير مقرن بن عبد العزيز وليا لولي العهد. المعلومة الثامنة: تشير العديد من التقارير الصحفية إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي الجديد قد خضع لجراحة في العمود الفقري في الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك عام 2010. المعلومة التاسعة: للملك سلمان بن عبد العزيز نشاط اجتماعي مهم، حيث ترأس نحو 20 جمعية وهيئة خيرية، ويحمل وشاح الملك عبد العزيز من الطبقة الأولى، فضلا عن العديد من الأوسمة الأخرى التي حصل عليها من مختلف دول العالم. المعلومة العاشرة: من المقرر أن تقوم هيئة البيعة في المملكة العربية السعودية والتي أسست عام 2006 وتضم أبناء وأحفاد الملك المؤسس للمملكة عبد العزيز آل سعود بإجراءات مبايعة الملك وولي العهد مساء الأمس بعد دفن الملك عبد الله عقب صلاة العصر. وكالعادة لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وزيارة صفحتنا على الفيسبوك للتوصل بكل جديد.